خليني انا هكلم جمهور النادي الاهلي واكلم كابتن محمود الخطيب، بس خليني ما دام بنوجه رساله خليني اقول حاجه مهمه جدا. اتفضل. اوجه رساله لمؤمن زكريا، اقول يا مؤمن انت لعيب جامد برافو وكلنا عليك. مستنيينك ترجع وربنا يشفيك، كل الناس بتسندك وفي ظهرك، جماهير الزملكاويه وانا ربنا يعلم انا بسمع ايه بعد يعني فعلا الناس متضايقه له جدا جدا جدا. طبعا طبعا يقول انت لعيب كبير جدا، مفيش حاجه اسمها حاله نفسيه، انت تغلب على الحاله النفسيه اللي فيك، كفايه ان كل زمايلك كلنا مساندينك، بس طبعا اول حاجه منك انت من جواك، انت لعيب جامد يا ابني. احنا انا لعبت ضدك فانا عارف مستواك ايه. انت ما الماتش المشؤوم اللي انا مش عايز افتكره وكل جمهور النادي الاهلي ما كان مش حابب يشوف، كان لاعب مؤمن زكريا لوحده. صح. فانت يا ابني لعيب جامد وكده، واول واحد هترجع نفسك انت اللي هترجع نفسك، فربنا يشفيك وترجع لنا باسرع وقت، وربنا ما يعني ويا رب ما تشوف حاجه وحشه في حياتك تاني، وترجع لنا مؤمن زكريا بقى، وترجع بقى تكسر ارجع لنا احسن من الدنيا الاول كمان. واحسن من الاول، وتكسر لنا الدنيا وتجيب لنا جوان زي ما كنت ايه بقى بتعمل، وتبسطنا كلنا.